اعتداءات العدو الصهيوني متكررة وزادت أكثر من وقت مضى. برأيك أين الموقف الإسلامي والعربي بخصوص هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صبحك الله بالخير ومشاهديك الكرام. قبل ربع قرن بالضبط في 25 فبراير 94 قام مستوطن إسرائيلي جولدشتاين بمجزرة في المسجد. منذ ذلك الحين وكانت هذه ذريعة أن قامت السلطات الإسرائيلية بطرح مقترح اللي هو التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، بأن يكون هناك وقت معين لصلاة اليهود ووقت معين لصلاة المسلمين. عندما يكون الوقت لصلاة اليهود حتى الأذان لا يرفع، تصور. فهما يسيرون بمنهجية، ويسيرون الصهاينة يسيرون بمنهجية مخطط لها منذ 25 عاما إذا لم يكن أكثر من ذلك. الآن كما سألت ما هو موقف العالم العربي والإسلامي، موقف العالم العربي والإسلامي هو هناك فرصة. الآن الولايات المتحدة تنظر إلى الشرق الأوسط وتحاول تسوق الكثير من الحلول السلمية للقضية الفلسطينية من صفقة القرن وغيرها. نعتقد أن هذا باب مدخل للعرب والمسلمين حتى يرى العالم كيف يتم معاملة المسلمين داخل المسجد الأقصى. هذا حل. الحل الآخر هو دعم المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى. أنا أعتقد أنهم هم من يحمل المسجد الأقصى أكثر من الدول العربية والإسلامية. يجب أن ندعمهم وإغلاق الأبواب وأن نتضامن معهم وأن يكونون هم حماة المسجد الأقصى في هذا الوقت. نعم. إذن